وثق مقطع فيديو لحظة تلقي الأمير الوليد بن طلال لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مؤكدا أنه لأول مرة تعطي ممرضة سعودية إبرة. وأظهر الفيديو الوليد بن طلال هو يمازح الممرضة السعودية بقوله: يدك كويسة، أنت أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة، يدك ممتازة. وأكمل الأمير الوليد وصلت المزح مع الممرضة بقوله: خلصتي أحسن إبرة في العالم، هل إبرة ولا بلاش، أعطيني واحدة ثانية. طيب بسم الله وعلى بركة الله، ربي يطول خيرها ويديك شرفها بإذن الله. يدي كويسة أنت، أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة. يلا أرخي كذا روس. يلا يدك ممتازة والله، الله يرضى عليك. دنيا وآخر خلصنا. خلصتي؟ خلصنا. أحسن إبرة في العالم هذه. الله يسلمك. أنبليبل. هل الإبرة ولا بلاش؟ الله يرضى عليك. معقول أعطيني الإبرة؟ أعطي واحد ثاني طيب.